جماعة أنا قاعد مع راجل شخصية بصراحة، يعني قد يكون إحنا على الهوا. هو سنه صغير مينا مكين، لكن الحقيقة حاجة تفرح. يعني إحنا قاعدين عمالين بنتكلم من قبل ما نبدأ البرنامج بحوالي 10 دقايق تقريبا، وبعدين استأنفنا الكلام خلال الفترة بتاعت التقرير والفصل وكده. هنا مينا، أنا هقرأ التايتل بتاعك بالظبط عشان ما لخبطش الدنيا، لأنه التايتل مهم جدا. مينا مكين، الباحث في مجال إدارة الاستراتيجيات وتطوير التكنولوجيا في بريطانيا، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين في الخارج. مضطر اقول لك ازيك لان ده بروتوكول، مع ان انا قلت لك ازيك كذا مره واحنا واقفين لسه، فبرحب بيك مره تانية يا مينا. الحمد لله كله تمام. ربنا كله تمام الحمد لله. اشرح لي الاول التايتل بتاعك المتعلق بوزارة الهجرة. التايتل بتاعي المتعلق بوزارة الهجرة، في عندنا حاجة في وزارة الهجرة اسمها مركز الحوار، ده معمول من شباب دارسين بالخارج. الفكرة ان احنا بنمثل مصر بأصلها في الخارج. ففي عندنا دلوقتي 19 ممثل لوزارة الهجرة أو مركز الحوار في وزارة الهجرة في 19 دولة مختلفة. فبنعمل إيه؟ فبنعمل إيفنتات هنا في مصر. في ناس طبعا في أسئلة كتيرة بتتسأل أو حاجات بتتقال عن مصر مش حقيقية برا، ودي حاجة احنا عارفينها. فإيه اللي بتعمل؟ فبنسأل الطلاب اللي برا اللي هم منهم أنا إيه التوبكس اللي بتتسألوا فيها. فمثلا في من ضمن المواضيع كان موضوع سد النهضة، فمعالي الوزيرة نبيلة مكرم جابت لنا في النقاش على زوم وزير الري، فتكلمنا في التوبكس أو الأسئلة اللي بتسأل لنا. ففي عندنا كذا حاجة برضو لما بنيجي مصر في الأجازات، طلعنا مثلا رحنا شفنا قابلنا الشيخ الأزهر قداسة البابا، رحنا المحمية، رحنا كذا مكان عشان فعلا نشوف ايه هي مصر او العاصمه مثلا دي بنسمع عنها بنشوفها في التلفزيون بس ايه اللي بيتقال ده. فلما بنروح احنا بنفسنا وبنصور الحاجات دي ما بقتش ان بنسمعها على التي في، لا بنقدر ان احنا ناخد الحاجات دي نعمل بيها دوكيومنتري ونوريها مش بس للشباب اللي بيدرسوا مره اللي هم المصريين، بس برضو للاجانب. انت اتخرجت من الجامعه في بريطانيا، كنت في جامعه ايه في بريطانيا؟ كنت مبدئيا في جامعه شيفيلد وبعدين في جامعه كوفنتري. كويس خالص. طيب قولي بقى الفكرة بدأت ازاي يا مينا؟ انا بالنسبة لي لما روحت جامعة شيفيلد لقيت ان في مصريين كتار جدا، بس ما لقيتش احنا دكتور هاني عزر بنفسه معدي اهو. اهلا ازاي الاخبار؟ اهو وعمل لنا يا بختنا يا بختنا مش كده؟ نورتونا. يعني مجموعه من البرلمانيين المصريين ومهندس هاني عزر بنفسه. دلوقتي انت بتشتغل في، انا كنت شغال في سيمنز. فطبعا عارف يعني بنفسه ده بليجر. فباك لان انا لما رحت جامعه شيفيلد لقيت ان في مصريين كتار، بس ما لقيتش في اي حاجه كوميونتي مصري بجد. في كذا جروب كانوا مع بعض بس ما كانش في اي ايفنتات. ففكرت ان انا اعمل فكره اللي هي ايجيبشن يوث سوسايتي ان بريتن، فمجموعه كده تمثل الشباب المصريين في الجامعه، سواء كنا بنتفرج على ماتشات كوره، كنا بنعمل اكل مصري، كنا خروجات مع بعض، بس على الاقل كان في كوميونتي ايفنتس. سواء يبقى المصريين مع بعض بيقدروا يتعاملوا سوا، يعملوا اكتيفيتيز او انشطه سوا وهكذا. بالظبط. ورغم ان السوسايتي كان بس للمصريين، بس كان عندنا عدد اجانب مهول. كنا الفكره ان احنا فعلا نوري مصر زي ما قلت ايه هي مصر بجد. حلو. من دوكيومنتريز الناس كانوا بيحبونا في الجامعه، كنا عدد كبير. هو بيتقال ان احنا خفه دم والناس فعلا بتحب انهم يبقى حوالين مصريين. فهي الفكره طلعت من هنا على كسبنا جائزه احسن سوسايتي في جامعه شيفيلد. هايل. وجات لي دعوه من وزاره الهجره ان انا احضر منتدى الشباب العالم. رائع. ساعتها في 2018 وعرضت على وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. فالسفينة نبيلة يعني سمعت عن نشاطك الحمد لله، فقالت بقى ايه هاتوا هذا الشاب النابغ. فحضرت المنتدى وعرضت على دكتورة نبيلة فكرة ان احنا نعمل زي ما عندنا في جامعة واحدة او في مدينة واحدة، عايزين يبقى فعلا عندنا نفس الموضوع في كل مدينة في انجلترا وفي كل جامعة في انجلترا، نخلق كوميونيتي بجد. فمعالي الوزيرة وافقت بالفكرة وقالت جو هاد، وفعلا الوزاره ساعدوني ان انا اعمل الفكره دي. اشتغلنا مع القنصليه المصريه في انجلترا مع السفاره، وبعدين الفكره اتطورت بعدين ان احنا نعمل حاجه زي ما عملنا نموذج في جامعه او في مدينه، وبعدين على مستوى بريطانيا. طب ليه ما بقاش عندنا مشكله، يبقى عندنا نفس الموضوع في بلاد تانية؟
فعندنا طلاب بيدرسوا في كذا دولة، فعشان كده خلينا يبقى عندنا 19 ممثل لمركز الحوار، ولسه بنإكسباند أكتر من كده إن شاء الله. 19 ممثل كلهم في أوروبا ولا بدأنا ننتقل ولايات متحدة أمريكية؟ عندنا في أمريكا، عندنا في أوروبا، عندنا في آسيا، في عندنا زي أنا في إنجلترا، في ألمانيا، في اللي في ماليزيا، في اللي في الصين، فس يعني لا ما موجودين في كل حتة. لا ده انتوا جايين اي حد بقى. اي طالب معانا موجود، ما بتهزروش. بص احنا عملنا الموضوع يبقى فيه ابلكيشن، فاللي عايز انه يمثل وزاره الهجره او يمثل المركز يبعت لنا سي في او يبعت لوزاره الهجره سي في، وهم كانوا بيعملوا فلتريشن بروسيس وتعمل انترفيو برضه عشان الوزاره يتاكدوا ان كل شاب فعلا قادر، انه اصل دي مسؤوليه، احنا بنمثل مصر طبعا، وما ينفعش ان حد يطلع يقول كلام وهو مش فاهمه او مش قده. صح، وكويس انك قلت مش فاهمه او مش قده، يعني لازم تبقى قد المحاوره والمناقشه اللي هتحصل. بالظبط. طيب هل الدور بتاعكم بس مقتصر على كده، ولا كمان انا النهارده مثلا هفترض راجل جالي منحه في جامعه اوكسفورد ولا كامبريدج ولا ايا كان، او جامعه يمكن مش من الجامعات المشهوره قوي، فانا عايز اعرف انا صح، انا مظبوط، انا الجامعه دي معتمده مش معتمده، الجامعه دي يعني ساعات بيبقى في عندنا التساؤلات دي، او تحديدا بقى يبقى عند اولادنا يعني. بالظبط، في موجود الموضوع ده، فكل سوسايتي عندنا في كل بلد في ويب سايت لينا، في عندنا سوشيال ميديا، مركز الحوار هنا في مصر له سوشيال ميديا، وكل الاجابات موجوده. يعني قعدنا كده مع بعض شفنا ايه الاسئله اللي ممكن يسالوها الطلاب عن كل دوله، وعملنا الموضوع ده على ويب سايت. فلو في حد جاي مثلا عايز يدرس في انجلترا، فوزاره الهجره بيروحوا باعتين الطالب ده على مركز الحوار في انجلترا اللي هو ماتسي، وهم بيبداوا بقى يتكلموا معانا، يسالونا على الاكوموديشن، طب الجامعه دي كويسه، طب افتح بنك ازاي، حتى لو عندهم مشاكل، طب انا عندي مشكله دلوقتي عايز احلها ازاي. فبنرجع طبعا بناخد ادفايس من وزاره الهجره، وهم بيساعدونا يعني في المواضيع دي. هايل جدا. طبعا انا عشان علقت في الاول خالص قلت شخصيه، انت ليك قصة صغيرة كده بس مهمة جدا. لما جيت قدمت في شركة سيمنز انت قلت لي كنت رايح علشان سمر انترنشيب، يعني مشاركة تدريب في فترة الصيف، وده طبعا مهم اثناء دراستك في الجامعة. بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ في انجلترا فكرة السمر انترنشيب او اللي هي الورك اكسبيرينس اللي هو مثلا ممكن يبقى اسبوع في السنة، او سمر انترنشيب اللي هو بيبقى 3 شهور انك تبقى شغال فعلا فول تايم زي اي موظف تاني في الشركه، دي حاجه بيهتموا بيها جدا في انجلترا، برضو في اوروبا. فانا قدمت زي اي طالب تاني عايز اخد الاكسبيرينس عشان لما اتخرج اقدر اقول ان انا فعلا اشتغلت في شركه، وفي شركه كبيره زي سيمنز، عشان طبعا بتزود البوسيبيليتي ان انا اشتغل بعد ما اتخرج طبعا. فرحت وعملت الانترفيو، فالانترفيو الحمد لله كان تمام، فبعتوا لي بعد الانترفيو بيقولوا لي احنا عايزين ناخدك انك تيجي معانا تشتغل على طول. فانا ساعتها كنت لسه فول تايم، فانا كنت ساعتها لسه بدرس باتشلرز، فكلمت مع الجامعه قلت لهم معلش انا جالي اوفر من سيمنز وانا ما اقدرش ان انا ارفض الاوفر، فحاولت من الكورس من يبقى ماسترز على باتشلرز، فقللت السنه الاخيره دي، والحمد لله بعد ما اتخرجت ب 10 ايام اشتغلت على طول. فهم طبعا الدراسه مهمه، بس هي الشخصيه مهمه جدا. يعني انا جات لي الشغلانه او مضيت عقد قبل ما اتخرج، فما كانوش يعرفوا درجاتي، فما كانوا واثقين في شخصيه اكتر في يعني اكتر من درجات، هم عايزين حد اقدر اخده من رول معين، اخده من يبقى مهندس ادخله بروجكت مانجمنت، وده اللي حصل معايا. عرفت تقدم نفسك كويس للشركه. ما بالظبط، فده كان مهم ان الشخص برضه يبقى موجود ويبقى قاعد واثق وفاهم طبعا اللي بيقوله. يعني هم بتوع الاتش ار فاهمين مين اللي داخل بيحور او مين اللي فعلا داخل فاهم اللي بيقوله. طب هل بتعملوا ده مع الطلبة المصريين من خلال ال 19 سوسايتي او 19 مجموعة، ولا انه يعني ما بتقدموش ده قوي دلوقتي؟ لا موجود عندنا يعني فعلا. احنا عندنا في انجلترا بدأنا، وفي طبعا بقية الزمايل في مركز الحوار في ال 18 دولة تانيين بدأوا انهم يعملوا نفس الموضوع. انا عندي حد في السوسايتي في انجلترا في مركز الحوار شغلانتها بس الرول بتاعها انها شغل السي فيز، ازاي تو بريزنت يور سيلف، بتعمل ورك شوب كل شهر على فكره هاو تو رايت ا سي في، الانترفيو، الاونلاين اسسمنت ده بيبقى شكله ايه وازاي ننجح فيه،
فلا عندنا حد طبعا ودي موجوده على طول الناس بيسالوها اسئله، فهي اصلا شاطره في الموضوع. فانا لقيت البروفايل بتاعها على الفيسبوك، واحده مصريه شاطره في الموضوع ده، فاتكلمت معاها ودخلت معانا التيم. فده ده بيبقى ده الهدف، ان احنا نشوف مين شاطر فيه وناخده معانا يعني. فالتيم بيكبر ونقدر ان احنا نرد يعني على الاسئله الكتيره اللي بتجيلنا. بصراحه انتوا تشكروا، انتوا ويعني وزيرتنا شديده النشاط السفيره نبيله مكرم بصراحه، ومساله انها مركزه يعني فعلا تبعتك وعرفتك وتعالى وعايزينك تحضر في المنتدى وما الى ذلك. بمناسبه المنتدى بقى، دي المشاركه رقم كام؟ دي الثانيه. الثانيه عظيم. المره دي بقى بتشارك على ايه يعني؟ جاي تعمل ايه؟ جاي برضو كاتندي، برضو ك من عضو يعني من شباب تبع وزاره الهجره. فان شاء الله كده السنه اللي جايه اخش كبانلست او كسبيكر ان شاء الله. ان شاء الله. انا برضو اعتقد انه هيبقى جزء من اللي بتقدموه عن مصر او بتعرفوا العالم او والمجتمع الطلابي اللي موجود في العالم بمصر، انه احنا بنعمل مبادره كبيره جدا اسمها حياه كريمه. هل وصلت للناس بره؟ هل بداوا الطلبه اللي موجودين في الجامعات بره يسمعوا عنها، يعرفوا عنها معلومات؟ طبعا. احنا من طبعا نبدا ان احنا نشكر مصر انها عملت حاجه اسمها حياه كريمه. النهارده كان توبيك بيتكلموا فيه النهارده في المنتدى على فكره حقوق الانسان. فهو فعلا اكبر حق للانسان انه يعيش حياه كريمه، ودي رساله مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كشباب بالخارج. في حاجات كتيره بنسمعها طبعا من الميديا بره، حقوق الانسان في مصر حاجه ما مش كويسه، بيتكلموا كتير واحنا عارفين الكلام ده. فاحنا لازم ان احنا يبقى معانا المعلومات دي، ان احنا نقدر نرد. مش بس ان احنا يبقى معانا المعلومات، بس ان احنا نعمل مبادره. ففعلا كسوسايتي في انجلترا كمركز الحوار عملنا مبادره مع وزاره الهجره بالانجلش اسمها كان يو سكيب دينر تونايت. انا اقدر ازاي اساعد في حياه كريمه؟ طب انا قاعد دلوقتي بدرس في انجلترا، ما اقدرش فعلا ان انا انزل مصر على طول ان انا اشارك او اشتغل. فطب الوجبه النهارده مثلا في انجلترا هتكلفني 10 جنيه، طب اتبرع انا بثمن الوجبه النهارده. فمعالي الوزيره نبيله مكرم عملت معانا لقاء على زوم واعلنا فيها المبادره. واتكلمنا طبعا ايه فكره المبادره، ليه في المبادره دي. اكتر من ان احنا بنطلب ان الناس تتبرع، الهدف ان احنا نفهم الطلاب اللي بره المصريين ايه فكره المبادره، ليه بنعمل حاجه اسمها حياه كريمه، وازاي فعلا كل واحد فينا يقدر يشارك يساعد في حياه كريمه ويعيش حياه كريمه. الفكره دي مش بس كانت بالنسبه لنا احنا كمركز حوار، كل الطلاب اللي كانوا معانا، نبيله مكرم وزيره الهجره طلبت ان كل طالب بيعمل هاشتاج باسم المبادره وهي تعمل شير للي يعمل هاشتاج عندها الصفحه الشخصيه. هايل. فكان بتشجع الشباب انهم تجت انفولد في المبادره. فخلاص طبعا كده الشباب اللي بره اللي كان سامع عن فكره حياه كريمه دلوقتي بقى فاهم المبادره فعلا ايه، وبقوا خلاص ليهم دور كمان في حياه كريمه. طب هل الاجانب بقى يعني اللي هم مثلا في النهايه خلاص احنا بقى اللي جاليه موجوده هناك في انجلترا او موجوده في فرنسا او المانيا، لكن ابناء البلاد دي نفسهم من الطلبه بعد العرض اللي اتعمل من السوسايتيز او مجموعات الطلبه المصريين، هل قدروا يفهموا ده؟ عندهم رايهم ايه في ده بعد ما سمعوا؟ شايفينه ازاي؟ حضرتك بتتكلم على الاجانب. على الاجانب طبعا احنا دور زي ما قلت في جامعه شيفيلد زي ما بتعمل في بقيه الجامعات، ان احنا كنا ان امباكت الاجانب بيبقوا فاهمين فعلا ايه اللي بيحصل في مصر. وده كان دور، وده اللي عملناه مع حياه كريمه. انا دلوقتي لما انزل عندي على السوشيال ميديا، وانا السوشيال ميديا عندي معظمهم انجليز عشان انا عايش طبعا في انجلترا او جنسيات تانية، فالناس بتسال طب ايه المبادره دي؟ ايه ده انت طالع بتعمل مبادره مع الوزاره؟ طب ازاي؟ فبدانا ان احنا نفهم الناس. في الفيديوهات اللي كانت بتنزل برضو بالانجلش مش بس بالعربي، فكنا بنكسبلين وبنعمل ايفنتس معينه مثلا في الجامعات المختلفه. حتى الجامعات بداوا انهم يحطوا عندهم ممثل للحياه كريمه كان في الجامعه عشان يفهموا الناس ويعملوا ايفنتات ايه حلو. هي دي بالنسبه لنا مبادره مهمه جدا كدوله طبعا، بس طبعا برضو لينا احنا كشباب حاجه ما شفناهاش قبل كده. فعايزين بس نوصل الموضوع مش بس للشباب المصريين، بس برضو للاجانب انهم يفهموا فعلا ان احنا عندنا ضروري نهتم بحقوق الانسان. طب بنهتم ازاي؟ لما يبقى في ميه نظيفه داخله حتت عمرهم ما سمعوا يمكن ان في حاجه اسمها ميه نظيفه، فايبر اوبتيك داخله لهم، في عندهم تعليم كويس. دي بالنسبه لنا ده اللي انا شايفه انا كمينا كحقوق انسان، ولما هم يفهموا ان الموضوع ده موجود عندنا في مصر فده يشجعهم وبيغير وجهه نظرهم عن مصر.
مينا انا سعيد بيك جدا، ربنا يخليك، وسعيد باللي انت بتعمله جدا جدا جدا، وفخور كمان بيك يعني، انا كمصري فانا فخور بيك انت كمان، ربنا يخليك، وبشكرك على اللقاء ده، ولازم هنتقابل تاني يا رب، ارجوك، اشكرك، ربنا يخليك، شكرا جدا ليك مينا. شكرا لحضرتك.